نفتح ملف فيروس كورونا النهاردة ونشوف الجديد فيه. وقبل ما نتكلم على موضوع فيروس كورونا عايزين نقول ان نقابة الأطباء قالت ان العدد وصل ل 333 شهيد، كان في 6 شهداء امس، وفي يعني العدد كل شوية بيتم تحديثه. وايضا تكلمنا وبنقول ان نقابة الممرضين او المهن التمريضية تقاعست عمدا عن عد شهداء كورونا منذ عدة أشهر، وجه يعني مكافأة للكلام ده تم تعيين نقيبة التمريض كوثر محمود عضوة في مجلس أو في برطمان الشيوخ، عشان هي اكتفت في الآخر أن هي بتهني بأعياد الميلاد، تهني مش عارف بأي مناسبة، لكن لم تذكر شهداء التمريض اللي هم عددهم حقيقة ربما يعني أكثر من ضعفين الأطباء. طيب عايزين نقول إن في مأساة بتتم وفي شهداء وفي نماذج هنتكلم عليها، ولكن على صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية خلال 24 ساعة السيسي عمل نشاطين مهمين جدا بالنسبة لهم. النشاط الأول إن هو عمل اجتماع واطلع فيه على تطوير منشآت وزارة الداخلية، الشرطة، وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، واحنا عايزين يتقدم للمواطن يعني خدمة فائقة ومراعاة يعني معايير الأمن وسهولة حركة المواطنين ومش عارف ايه. انا مش عارف ازاي تطوير قسم الشرطة هيكون شكله ايه، وحصل اجتماع حضر فيه لواءات كتير وكمان ناس من الجيش. فجر اليوم والناس يقول لك شوف يا جماعة النشاط، شوف الحاجة جميلة قوي، الساعة 4 الفجر السيسي راح كلية الشرطة وشافهم وهم الناس بينزلوا في الشتاء ده في حمامات السباحة وجايبين برضو الكاوتش الكبير ده وبيجروه، الكلام اللي هو ظهر قبل كده في تخريج أحد الدفعة والعالم كله ضحك علينا، وصور كتير قوي منشورة، واستعرض سيادته القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوقار الإرهابيين. احنا عندنا شوفوا حضراتكم طبعا في محافظات مصر كلها 26 محافظة وسبعة سيبك مثلا من شمال سيناء مؤقتا، الإرهابيين ماشيين في الشارع طول النهار. فالحاجة اللي دلوقتي ضرورية جدا يا جماعة في مصر دلوقتي ان هو يروح يشوف القرية التكتيكية اللي عاملين قرية. كان الكلام ده الأول بيتعمل مثلا في معسكرات الأمن المركزي، بيعمل لك ناس لبسوهم أفاطين وناس تانيين عساكر، هم اللي كلهم في الاخر عساكر مركزي، يلا خش يا ابني اضرب يا ابني ايه الكلام ده، حتى من ايام المستبد مخلوع الراحل عشان يجرأوا انه يقتحم المسجد ويضرب الناس اللي ايه المتدينين اللي هو يعني بيصورهم في الدراما ويصورهم حتى العساكر العسكري الغلبان ده اللي هو مش غلبان طلع مش غلبان، ان هم دوت اعداء الوطن. وشفنا طبعا رائعة عاطف الطيب البريء يعني والكلام ده، الناس بتفوق متاخر لما الظلم يخبط على بابها. لكن في الاخر السيسي بقى يا سيدي، عشان موضوع احنا كنا بنتكلم على موضوع الساتر الزجاجي والواقي والدرع الواقي، ودلوقتي ايه نزل وسط الناس وبتوع الشرطه وسط الجماعه، وراح شاف القريه التكتيكيه، عاملين قريه تكتيكيه لتدريب الطلبه على اقتحام اوقار الارهابيين. اوقار الارهابيين، هي مصر يا جماعه اللي مضيعها والله مش الارهابيين. احنا ممكن عندنا دلوقتي ورغم هو جدد حاله الطوارئ اللي عندنا الموضوع كله في شمال سيناء ولها قصه وانتقام وثارات وقتل، قصة معقدة، هو كانش فيه إرهاب أصلا، هو قال الكلام ده في يوليو 2013، لكن هو في الآخر عامل لك قرية احنا عايزين قرية لتدريب بتوع الشرطة وبتوع الداخلية على الحرامية والفاسدين، على البلطجية، على اللي بيثبتوا الناس، على اللي بيخطفوا شنط الستات، على الناس اللي خربين البلد بأشغال طريق وبعشوائيات وبالناس اللي بانين البلد رشاوى ومحسوبيه، عايزين قريه تكتيكيه للكلام ده. واجب الوقت؟ لا والله ما ده واجب الوقت، واجب الوقت الاهم من كده وكده، ان انا خلال 24 ساعه وعندي وصلنا 333 طبيب وعندي الالاف دلوقتي في المهنه الطبيه، اروح الفجر اشوف المستشفيات، ازور المستشفيات، ابص على المستشفيات، اطبطب على ممرضين وممرضات، خصوصا بعد الصوره المرعبه اللي هزت العالم وناس صحف اجنبيه اتكلمت عنها، الممرضه ايه في مستشفى حسينيه ولا الهوى ولا حد قابلها، ولا احنا نقابل بس الست بتاعت دفعت تذكره القطر القطار لواحد مجند مزوج مش عايز يدفع الاجره دي اللي يكرمها. ايه يا جماعه في ايه؟ والسؤال تاني، هو مش عايزك، هو مش عايزك انت ضحي واعمل، هو مش عايزك، هو عايز يكرس ايد السودا بتاعته ويكرمها والناس بتوعه، انت مش في حسابه خالص، انت مدني، انت مش دكتور، انت مدني بس. هي دي الخلاصه.